الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل
وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت نفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وجرى قدرتك ولا يمكن الفرار. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت نفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي سافرا ولا لشيء من عمل
قبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مجروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه على نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدود وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاء. وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيم مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه
أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي. اللهم إلهي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وطاقي. يا رب ارحم ضعف بدني. يا رب ارحم يا رب ارحم بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من دوى علي قلبي من معرفتي ولي جلبي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربي أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولى أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى لسن نتقد بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعد إلى أوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا اتدنوا بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم سعتي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكفور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا لغضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الأخير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي
سيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما من أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات ما دائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وابني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين آلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستزرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وضاقت مع عذابها بمعصيتي وحبس بين أدباطها بجرمي وجريرتي، وهو يزج إليك زجيجا مؤمن لرحمتي ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولا، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمي؟ أم كيف تولم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يورقه لييبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أدباطها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تشجر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إذقه منها فتدركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد في المعاندين
وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمي وكل قبيح أسررت وكل جال عملت كتمته أو أعلنت أغفيت أو أظهرت وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحساني فضلت أو بري نشرت أو رزقي بسطت أو ذنبي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك ما
مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا واشدد على العزيمة جوانحي وأبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأتلو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نسيما عندك وأقربي منزلة من وأخزم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجهدك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تغتى من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع يا من اسمه دواء وذكره يا الله يا الله يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام
يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت له. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.